كل متابعي درس لهذا اليوم في كل مكان، وياكم كمال أصلان من صفحة تعلم اللغة التركية. الدرس السابق كان آخر درس من القسم الأول من أقسام المحادثة، يعني الدروس الخاصة بالمحادثة. بهذا الدرس راح نأخذ قسم آخر من دروس قواعد اللغة التركية، يعني القواعد، وراح نأخذ الأسماء. مثل ما نعرف أنه الاسم يطلق على الكائن الحي أو غير الحي، بمعنى أنه مثلا المدرسة اسم، بقرة اسم، أحمد اسم، مدينة اسم، كل هاي أسماء ونطلق عليها اسم. ففي التركية نفس الشيء. ونبدأ على بركة الله. هنا عنوان الدرس أض، مثل ما تلاحظون أض، أ د أض، يعني اسم، وهم أساسا كاتبين بين قوسين اسم، بمعنى أض اسم والاسم اسم، مأخوذ من اللغة العربية. الكلمتين صحيحات والكلمتين يستخدموها في تركيا. وسابقا في دروس سابقة تعلمنا شلون نسأل عن الاسم. راح أجي هنا على صفحة نستذكرها بشكل سريع. هنا عندنا جملتين، سنين أظن نادر، سنين أظن نادر. هنا طبعا سؤال بصيغة المفرد المخاطب، يعني هسه مو وقتها أني أعلمكم رسميات وصيغة الجمع، لا، صيغة طبيعية، صيغة مخاطب مفرد. سنين أظن نادر، واستخدمنا الأض، تلاحظون هنا بالجملة، شنو يعني؟ ما هو اسمك؟ ما هو اسمك؟ سنين أظن نادر. نفس الحال في جملة أخرى، سنين اسمين نادر، استخدمنا الاسم، سنين اسمين نادر اللي هو ما هو اسمك. نفس الشيء الجملتين إذا تستخدموها في تركيا صحيحة. لكن أكثر الاستخدام، يعني تقريبا بنسبة أكثر، الجملة الأولى سنين أظن نادر، هاي يستخدموها أكثر. إن شاء الله مفهوم. نرجع هنا، يبدي أولا أضلر، صارت شنو؟ أسماء. أض اسم، انضافت عليها لر، صارت أسماء أضلر. هنا جملة راح أقرأ اللي يفيدكم ومع الترجمة. يقول canlı veya cansız tüm varlıkların، كل الكائنات الحية أو الغير الحية. can، can روح، وأيضا راح هنا على صفحة أشوفكم إياها أفضل. إحنا عندنا can، يعني أكو سابقا كنت دائما أشوف ناس يقروها كان، كان، هذا غلط، إنه هذا جا فيصير جان. جان شنو؟ جان يعني روح، الروح الموجود في الجسد، روح، الروح الموجودة في الجسد، جسد الإنسان، الحيوان، النبات، روح، جان. من ضفنا له الله يعني جان و ل، canlı، تلاحظون هنا canlı، canlı يعني يمتلك روح، يمتلك الروح، يمتلك روح يعني بداخله روح، canlı. وهنا شنو دي يجي؟ دي يجي بمعنى كائن حي، كائن، بنسويها فارزة هنا يعني كائن حي، هنا بيجي بمعنى كائن حي. canlı، canlı، can روح، canlı يمتلك الروح. فنقول مثلا هذا الإنسان canlı بداخله روح، هذا الحيوان canlı بداخله روح، وهكذا. النوع الآخر cansız، can ونضيف لها سز، cansız. تعلمنا الدرس السابق ان الصز يعني العكس، يعني يمتلك الروح، اذا هنا لا يمتلك الروح، جانسز ما عنده روح، لا يمتلك روح او الروح.
بمعنى شنو؟ كائن غير حي أو جماد. جماد. إذا جانسز لا يمتلك الروح. مثلا نشوف هاد كائن حي ميت، فاحنا نقدر نقول بو جانسز، يعني ما بيروح، لا يمتلك روح، كائن غير حي أو جماد. مثلا القلم جانسز جماد. إذا عندنا جان روح، وعندنا جان ل كائن حي أو يمتلك الروح، جانسز كائن غير حي أو لا يمتلك الروح بمعنى جماد. نرجع إلى درسنا. فهنا يقول جان ل فيا، فيا يعني أو، فيا أو. إحنا تعلمنا ف واو، حرف الواو، فيا أو. جانسز تون فارلكلارا أد اسم دينر، يطلق عليه على هذه الكائنات اسم أو أد. وهنا أنا منطيني أمثلة، تلاحظوا هنا إرنك جملة لر، جمل أمثلة. شلون؟ الجملة الأولى صنفتا إرنجلر فار، صنفتا إرنجلر فار، يوجد طلاب في الصف، يوجد طلاب في الصف. فنلاحظ أنه الصنف صف غير حي، هيكل الصف غير حي. أرنج طالب أو أرنجلر طلاب كائن حي، هذا اسم وهذا اسم، صنف اسم أرنج اسم، كلها اسم داخل جملة. فار يوجد. باهچدكي çiçekler çok güzel. Bahçedeki çiçekler çok güzel. El ezhar fil hadika cemile cidden. Hena nefs el hal. Çiçek isim. Bahçe isim. Çok güzel, cemil cidden. Arkadaşım Ankara'ya geliyor. Arkadaşım Ankara'ya geliyor. Sadiqi yeti ila Ankara. ونلاحظ هنا arkadaş صديق، كائن حي، اسم، هذا اسم. أنكرا مدينة غير حي، أيضا اسم. جاليور يأتي الفعل، يأتي. الجملة أخرى إيفيمز أوكولا أوزاكتر، بيتنا بعيدا عن المدرسة. إيفيمز بيت أو بيتنا، أوكولا إلى المدرسة أو عن المدرسة، أوزاكتر بعيد. فأيضا يعني إيفيمز اسم، أوكولا اسم، وهذا الفعل بالأخير. بو çocuk yaramazdır. بو çocuk yaramazdır. هذا الطفل ما يفيد، لا يفيد. شنو ما يفيد؟ يعني شنو بمعنى؟ المعنى أنه وكح، يعني حرك، وكح، يسوي مشاكل. فهذا الطفل يسموه يرمز. تلاحظوا هنا يرمز. يرمز يعني غير مفيد، هو الترجمة الحرفية غير مفيد، لكن هنا اجى مع الطفل، يعني الطفل وكح، حرك، يسوي مشاكل. وكلمة يرمز ايضا تستخدم في اماكن اخرى، مثلا انا رحت الى صيدلية وردت فد دواء يعني، فابو الصيدلية يقدر يقول لي هذا الدواء يرمز، هذا الدواء يرمز، يعني هذا الدواء ما يفيد. إذا نقدر نستخدمها أيضا في مجالات أخرى. أو هذه الأكلة، هاي الأكلة ما تفيد، هذا الأكل ما يفيد، يرمز، وهكذا، كله يرمز. إذا تشوجوك، تلاحظون هنا تشوجوك اسم، أيضا اسم. نستمر. هنا شو يقول؟ أدلارو üç yönü ile gruplandırınız. الأسماء بصورة عامة تنقسم إلى ثلاثة جروبات. إتش جروب لاندرنز، جروب نفس الجروب يعني باللغة الإنجليزية، فتقسم إلى ثلاثة مجموعات. طبعا أريد أوضح شغلة، أنه مسألة التقسيم هو لكم، يعني لسهولة الحفظ وسهولة الفهم، بينما الأسماء الموجودة بهذه التقسيمات هي كلها أسماء. زين، نجي عليها. أولا المجموعة الأولى
Kullanılışına göre. Kullanılışına göre adlar. Esma haseb el istihdam. Esma haseb el istihdam. Ve bazen nici aleyha bir tafsil. El mecmua saniye anlamlarına göre adlar. Esma haseb el ma'na. Esma haseb el ma'na. Ve el mecmua ahire varlıkların sayılarına göre adlar. Varlıkların sayılarına göre adlar. Esma haseb adedha. Haseb el adet yani el mufrad, el cem'. Hada şey el kasd. Ve nici aleyha mecmua mecmua bit tafsil. Evvel mecmua kullanılışına göre adlar. Av isimler. Şbiha hay, esma haseb el istihdam. İki, tlahunane, iki gruba ayrılır. İki gruba ayrılır. Tukassam ila grubat ithniyen. İki rakam ithniyen. Şunu yani grubat? El grubu el evvel cins adı. El grubu thani özel adı. Cins adı yani esma amme. Esma bi istihdam am. Özel ad esma khassa. Esma khassa. Özel yani khas. Hatta mesela الطالب اللي يدرس في جامعة أهلية يسموه طالب أزل. هذا طالب أزل يعني جاي بحساب الخاص. شنو يعني جنس هذا؟ الجنس هنا طبعا بمعنى أجناس، هذا بيجي المعنى. نجي أولا جنس هذا قلنا الأسماء العامة. تقريبا كل الأشياء اللي نشوفها بحياتنا اليومية. شجرة، سيارة، شخص، العفو شجرة سيارة حائط قلم منضدة هذه الأمور يعني بحياتنا فمثلا هنا نعطينا بعض الأمثلة أغاتش أغاتش شجرة مسا مسا منضدة دنيز دنيز بحر هالو هالو يعني سجادة أو العفو يعني زولية هي بالمعنى العام زولية دوار حائط أدم آدم أدم يعني إنسان يل يل سنة قلم 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 فهذا يعني تقريبا منطقة بصورة عامة الأشياء أو الأسماء العامة هنا بنطينا فد ملاحظة الملاحظة راح أقرأها أول شيء وبعدين أترجمها. جنس adlarının ilk harfi sadece cümle başında büyük harfle yazılır. Şigul yani. Cins adlarının ilk harfi. Evvel harf min el esma'il amme. Sadece yani fakat. Sadece fakat. Cümle başında fi bidayeti cümle büyük harfle yazılır. Tükteb bi harf kebir. بمعنى أنه الاسم العام إذا يجي في بداية الجملة تبدأ بحرف كبير بينما إذا إجا في وسط الجملة أو نهاية الجملة تكتب بشكل طبيعي يعني بحرف صغير وهنا منطينا جملة واضحة جدا الأولى بودروم دا بودروم دا في بودروم منطقة في تركيا دنيز تشوك جزالدر دنيز تشوك جزالدر تلاحظون هنا أنا ما أخذ يعني مختار كلمة دنز دنز يعني بحر وفي وسط الجملة إذا ماكو أي تغيير لا بداية حرف كبير ولا غير شيء هي نفسها موجودة نكتبها دنز تشوك جزالدر جميل جدا بينما دنز نفسه جبناه في بداية الجملة تلاحظون بدأ بحرف كبير هيا دن بدأ بحرف كبير إذا فقط في بداية الجملة الأسماء العامة تبدأ بحرف كبير. دينيس بيجن تشوك دالغالا. اليوم البحر هائج يعني أمواج بها أمواج عاتية. دالغا دالغا يعني موج موج. إن شاء الله مفهوم. ننتقل إلى المجموعة الثانية أو القسم الثاني اللي هو أزال أب. أزال أض يعني
اسم موجود منه مرة واحدة، واحد بس. مثلا اسطنبول، مدينة اسطنبول واحدة. أي واحد يسألكم مدينة اسطنبول وين صايرة؟ في تركيا. ماكو غير مدينة هم اسمها اسطنبول. ممكن أكو فد حي أو زقاق أو محل باسم اسطنبول أو محل باسم اسطنبول، لكن كمدينة اسطنبول معروفة في العالم هي في تركيا. إذا واحد من عنده موجود. مثلا العراق، جمهورية العراق واحد، ماكو غير عراق، ماكو غير دولة اسمها عراق. تركيا، ماكو غير دولة اسمها تركيا، وهكذا. يعني الموجود مرة واحدة فقط، ماكو منا أكثر من عدد. هذا يسموه أسماء خاصة. وهنا منطينا أمثلة عن الأسماء الخاصة شنية. أولا كيشي، كيشي تلاحظون كيشي، كيشي يعني شخص، شخص نستخدمها أيضا في الحياة العامة، يعني مثلا بير كيشي شخص واحد، إكي كيشي شخصين، وهكذا. كيشي شخص، الأشخاص من الأسماء الخاصة. أولكا، أولكا بلد أيضا من الأسماء الخاصة. شهير مدينة اسم خاص. سوكاك زقاق اسم خاص. دنيز بحر اسم خاص. راح تقولون شلون يعني؟ قبل شوية أخذنا دنيز اسم عام، هاي قبل شوية هنا آياته دنيز مكتوب جنس أرض يعني اسم عام، ليش هنا همين دنيز؟ هنا يقول أنه الدنيز البحر نقدر نخصصها، نقدر نسويها اسم خاص. شو وقت من أني أبين اسم البحر؟ يعني إذا أنا حكيت بحر بصورة عامة تعتبر أسماء عامة، اسم عام سال دنيز. لكن من أخصص اسم البحر، مثلا أقول البحر المتوسط أو البحر الأسود، هنا خصصته، ولذلك أطلق عليه شنو؟ اسم خاص أزل أرض. وهاي بالأمثلة راح تبين. مثلها ضاغ، ضاغ جبل. جبل إذا أحكي جبل بصورة عامة تعتبر من الأسماء العامة، لكن إذا حددت اسم الجبل، الجبل الفلاني، هنا سويته شنو؟ حولت إلى اسم خاص. فالجبال أيضا إذا خصصناها تعتبر من الأسماء الخاصة. نهير، نهير نهر. ديل، ديل الديل يعني لسان، ويجي لغة، اللغة أيضا يسموه ديل، تعتبر من الأسماء الخاصة. كتاب، كتاب يعني اسم الكتاب، تعتبر من الأسماء الخاصة. وأيضا غازتة أدلار، غازتة، غازتة يعني جريدة، جريدة. أسماء الجرائد أزل أدلاردر، أيضا أسماء خاصة. ومنطينا هنا جمل أيضا، أرنك جملة لها. كارداشيم الجملة الأولى طبعا، كارداشيم إسطنبول دادر، كارداشيم إسطنبول دادر، أخي في إسطنبول. إسطنبول اسم، كارداشيم اسم، لكن هذا إسطنبول شنو؟ اسم خاص، اسم خاص. كارداشيم اسم عام، أخي، ما حددنا اسم الشخص، اسم الأخ شنو؟ ماكو. وبينما كارداشيم بصورة عامة أخي في إسطنبول. إذا هذا اسم عام وهذا اسم خاص، وكلها أسماء. بنيم ülkemin başkenti Saraybosna'dır، عاصمة بلدي Saraybosna. وهنا Saraybosna اسم خاص لأنه عاصم. ننتقل إلى الصورة الثانية تكملة. Türkiye'de Türkçe öğreniyoruz، في تركيا نتعلم اللغة التركية. فتركيا اسم بلد، إذن أزل أد اسم خاص. تركيا لغة اسم خاص، أزل أد أرانيروز نتعلم. آرو داغ، تلاحظون هنا آرو داغ، جبل آرو، جبل آرو مرتفع في تركيا. فإذا قلنا داغ فقط، داغ تعتبر اسم عام، لكن هنا خصصنا، حددنا اسم الجبل شنو؟ آغرو داغ، جبل آغرو. شبي تشوك يكسكتر، مرتفع جدا، عالي جدا. فهنا آغرو داغ حددنا الاسم، ولذلك صارت شنو؟ اسم خاص. يعني آغرو داغ اسم خاص، وبما أنه هي بداية الجملة فحرف كبير، وأيضا
منتصف الجملة حرف كبير راح ناخذها إن شاء الله بالقاعدة هنا هاي مكتوبة باللون الأحمر. ملي إيتم بكانلغنا gidiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığına gidiyoruz. Nedheb ila Vezaret-i Terbiye. فالوزارات أيضا من الأسماء الخاصة. أسماء الوزارات. هنا منطينا فت قاعدة. شنو هي القاعدة؟ راح أقراها وبعدين أترجمها. Cümlede özel adların ilk harfleri daima büyük harf ile yazılır. Şunu yani. Cümlede özel adların ilk harfleri. Fil cümle. Yani fil bidaye, fil vasat, fil nihaye. Ve makan, makane. Özel adların ilk harfleri. Evvel harf min el esma el khassa. Daima yani daimen. Daimen. Hay, aydan mithil el arabiye. Daima büyük harf ile yazılır. Tukteb bi harf kebir. يعني الاسم الخاص إذا تواجد في بداية الجملة أو في وسط الجملة أو في نهاية الجملة تبدأ بحرف كبير. ومنطينا أمثلة أيضا بهذا الخصوص. أقرأها وبعدين ترجم. En iyi arkadaşım Ahmet'tir. En iyi arkadaşım Ahmet'tir. أفضل صديق عندي أحمد. أو أحسن صديق عندي أحمد. فأحمد كشي أد اسم شخص. وقلنا أنه كشي من الأسماء الخاصة الأشخاص من الأسماء الخاصة وبما أنه بالنهاية عادي حتى لو بالنهاية يبدأ بحرف كبير تلاحظون هنا حرف كبير الجملة الثانية تركيانين باشكنتي أنقرادر عاصمة تركيا أنقرة ونلاحظ هنا تركيا بلد وأنقرة عاصمة أيضا مدينة فبداية الجملة حرف كبير نهاية الجملة أيضا حرف كبير إذا وين ما كان الاسم الخاص وين يتواجد يبدأ بحرف كبير كديم تكير قطتي تكير çok sevimlidir محبوب أو محبوبة جدا هنا كديم تكير اسم القطة تكير فأيضا اسم خاص من حددنا اسم القطة إذا صار اسم خاص فبدأ بحرف كبير وأيضا في المنتصف أيضا حرف كبير. çok sevimlidir محبوب أو محبوبة جدا وsevimlidir تستخدم أيضا للإنسان يعني مو بس للحيوان يعني فلان محبوب صديقي محبوب هاي البنية محبوبة هذا الولد محبوب وهكذا. إن شاء الله واضحة. هنا أكو تمرينين مثل ما تشوفون واحد واثنين. التمرين الأول راح أحله أجاوب عليه والتمرين الثاني يبقى لكم أنتوا أيضا اللي يتابع الدرس يحاول بها وسهلة أيضا. شنو شي يريد هذا التمرين؟ هنا أكو أسماء بين قوسين أسماء يريد نختار يا هو اسم خاص ويا هو اسم عام وعندنا هنا الخانات أزل أدلر جنس أدلر أزل أدلر أسماء خاصة جنس أدلر أسماء عامة ونختار الكلمات أو الأسماء راح أقراها مع الترجمة أو المعنى يعني ساعت يعني ساعة جملك قميص أسكي شهر مدينة أسكي شهر في تركيا أنكرة جوجو نادي رياضي اسمه أنكرة جوجو صابون يعني صابون صالح يعني صالح اسم شخص سلقي مساحة أو منحات أتك القماش أو الوشاح اللي تخليها البنية مثلا على ركبتها تلفها على ركبتها هاي يسموه أتك ماليزيا مدينة بلد ماليزيا بيشكتاش نادي رياضي أيضا اسمه بيشكتاش وهذا هو الشعار مالته والنادي الثاني اللي هو أنكرة جوجو الشعار أيضا هنا نجي أول الاختيار
عندنا ساعات. ساعات يعني ساعة. إحنا ما حددنا ماركة الساعة أو اسم الساعة بصورة عامة، ولذلك يعتبر من جنس أدلر، من الأسماء العامة. جملك، جملك قميص، أيضا بدون ماركة وبدون اسم، تعتبر من الأسماء العامة. إسكي شهير، إسكي شهير مدينة إسكي شهير في تركيا، بما أنه مدينة وإحنا تعلمنا أنه المدن من الأسماء الخاصة أزل أطلر. أنكرا جوجو، قلنا نادي أنكرا جوجو، ونادي يعني ماكو غير نادي هم اسمه أنكرا جوجو، لذلك تعتبر من الأسماء الخاصة أزل أطلر. صابون، صابون، صابون اسم عام جنس أطلر. صالح، صالح اسم شخص أزل أطلر. سلقي مساحة، أيضا تعتبر من الأسماء العامة جنس أدلر، ما حددنا اسم المساحة. أتك، أتك جنس أدلر. ماليزيا، ماليزيا أزل أدلر. بيشكتاش، بيشكتاش أزل أدلر، أيضا تعتبر من الأسماء الخاصة. هذا التدريب الأول أو التمرين الأول. التمرين الثاني نفس الأول، نفس الأول، لكن شنو يعني كلمات داخل جملة، يعني جملة كاملة وأنت تطلعون من عندها زلقت جنس أض، أسماء خاصة وأسماء عامة. إن شاء الله يعني مفهومة، وأي صعوبة تقدرون تراسلوني وتسألوني. ننتقل إلى المجموعة الثانية من الأسماء اللي هي أنلملارنا جورا أضلر، أسماء حسب المعنى، حسب المعنى. شو معناته؟ تقسم إلى قسمين أيضا، صموت أدلر، أسماء صموت، أسماء صموت يعني شنو؟ أسماء ملموسة، ملموسة نشوفها بعيننا، نسمعها بإذننا، هاي موجودة بحياتنا، نسميها صموت أدلر، صموت أدلر. النوع الثاني بالصفحة التالية صوت أدلر، صوت أدلر يعني أسماء ما يعني مو تعتمد على الإحساس، على المشاعر. شلون؟ بالأمثلة راح تبين. صوت أدلر أمثلة أرنك، مثال ألما، ألما تفاح، التفاح نشوفها بعيننا ونلمسها بإيدينا، نفس الشيء. فهذا اسم، بس من يا نوع؟ من نوع صموت أدلر، هذا النوع. شهير مدينة، احنا بعيننا نشوف هاي مدينة، إذن صموت أدلر. شنطة، شنطة، جنطة تعتبر من صموت أدلر، نشوفها بعيننا ونلمسها بإيدنا. دوماتيس، دوماتيس طماطة، أيضا صمت أدلر. أشك، أشك ضوء أو إضاءة، نشوفها بعيننا أيضا صمت أدلر. سس، سس صوت، وسس يعني لكل الأصوات، يعني البشر والحيوانات أي صوت الأجهزة، سس صمت أدلر. سجاك حار، سجاك صموت أدلر، يعني نلمس، نلمس هذا حار، نعرف أنه هذا حار. إلكتريك كهرباء، إلكتريك، إلكتريك صموت أد، صموت أد. وأني قلت سابقا أنه مسألة التقسيمات هو إلكم، يعني هاي كلها أسماء، إذا تتواجد بالجملة اسم، شهير اسم، الماء اسم، شنطة اسم، لكن هاي إلكم، أنه من يا نوع؟ من نوع صموت أدلر. هذا الشيء. ننتقل إلى القسم الثاني اللي هو صوت أدلر. شنو؟ أيضا نعطينا أرنك، مثال عدالة، عدالة يعني عدالة، العدالة إحنا ما نشوفها بعيننا ولا نلمسها بإيدينا، وإنما نحس، نحس بالعدالة، نشعر بالعدالة، يعني تدخل بها مسألة الشعور، المشاعر. فلذلك عدالة، عدالة تعتبر من صوت أدلر، صوت أدلر. بيشمانلك،
Pişmanlık. Nedem. Nedem. Aydan مشعر بالندم مو نشوفها بعيننا ولا نلمسها بينا ولا نسمعها وانما نشعر او نحس بالندم. مرحمت. مرحمت مرحمة او رحمة. رحمة ايضا من الشعور. سويت ادلر. هيال. هيال خيال. سويت ادلر. انلك. ان اخذناها سابقا. ان يعني ام. ضفنا لها لك. ان لك يعني الأمومة. الأمومة أمومة ايضا شعور. شعور بالأمومة. انسان لك. انسان انسان. انضافت لك انسان لك انسانية. انسانية ايضا تعتبر نشعر بالانسانية لا نشوفها بعيننا ولا نلمسها بيدنا. سويوت ادلر فهذه تعتبر من نوع سويوت ادلر. هاي كلها اسماء يعني عدالت اسم. بشمالك اسم. مرهمت اسم. كلها اسماء. لكن من يانوع نوع سويوت ادلر. وهنا ينتهي القسم الثاني. نجي الى القسم الاخير القسم الثالث. اللي هو شنو المجموعة الثالثة. Varlıkların sayılarına göre adlar. Esma حسب الأعداد. حسب الأعداد. Şunu yani المفرد والجمع. Nici evvelen tekil ad. Tekil ad. İsim mufrad. Yüsemma isim. Thaniyen çoğul. Çoğul. Ginnin hazel harf yumuşak ya yüktab ve la yulfad. Çoğul. Av çokluk. Çokluk ad. يعني أسماء جمع. أسماء جمع. وعدنا ثالثا بالصفحة الأخرى تلاحظون ثالثا توبلوك. توبلوك أدو يعني مجموعة من الناس جماهير. مثل ما نقول جماهير هو توبلوك يعني جمهور أو جماهير. فمجموعة من الناس. شلون يعني بالأمثلة إن شاء الله تكون أوضح. فمسألة أولا تكل أد الاسم المفرد أي اسم مفرد. هنا منطينا أمثلة. أرنك. إيف بيت. إيف بيت. بالك. بالك سمك. أودا. أودا غرفة. وأخواننا المصريين أيضا يستخدموها الأودا. باهتشة. باهتشة حديقة صغيرة. إنك. إنك بقرة. Peynir, peynir, cibin. Kalem, kalem, kalem. Dolap, dolap, dulap. Çaydanlık, çaydanlık yani el-kuri. İtlahdın hayli esma kulha mufrada. Mufrada, ma kucama. Fahit tuhtabar esma. Yani el-beyt isim, el-semek isim, el-gurfa isim, ve hakim. Fel-esma mufrada. Thaniyen el-cema. El-esma cema. ومنطينا قاعدة. شو تقول القاعدة؟ كورال. تركيا ده çokluk eki lar lerdir. يعني إضافات الجمع أو إضافة الجمع eki إضافة. eki إضافة. çokluk جمع. فإضافة الجمع في اللغة التركية lar ler. وهاي أخذناها في دروس سابقة. كنا دائما أقول إنه lar من نضيف lar أو ler للاسم المفرد يتحول إلى جمع. وهنا منطينا مثال جدا واضح وبسيط بهاي الخانات هنا. تكلك. تكلك مفرد. çokluk جمع. ev بيت مفرد. ضفنا لها لر. evler صارت بيوت جمع. قلم. قلم. قلملر. ضفنا لها لر صارت جمع. كتاب. كتابلار. كتاب مفرد. كتابلار كتب جمع. ونلاحظ هنا لر واللار شلون نضيفها على الاسم المفرد يتحول الى جمع. فهاي تعتبر من الاسماء يعني قلم لر اسم وقلم اسم كلها اسم لكن هذا مفرد وهذا جمع. ومنطينا هنا امثله اخرى عن الجمع. ارنك. تشوجوك طفل. ضفنا لار تشوجوكلار أطفال. فابريكا معمل. ضفنا لار فابريكا لار معامل. شهير
مدينة. ضفنا لر شهير لر مدن. إنسان إنسان واحد. إنسان لر أكثر من إنسان البشر مجموع. الماء تفاح. الملار أكثر من تفاح. شطل لهنا شطل شطل مال الأكل. ضفنا لار شطلار اللا مشددة شطلار شطلار أكثر من شطل. جوز عين. جوزلر عيون. ال ال يد. ضفنا لر صارت اللر واللا أيضا مشددة اللر أيادي أو أيدي. مصا منضدة مصالر أكثر من منضدة. يطاك فراش الفراش مال النوم يسموه يطاك. يطاكلر أفرشة أكثر من فراش واحد. وهنا أيضا منطينا يعني أسماء الجمع داخل جملة. جدد أرابالر فار توجد سيارات في الشارع. جدد أرابالر فار فأرابا سيارة أرابالر سيارات. باهشدكي تشيكلر جزال الأزهار في الحديقة جميلة. تشيك زهرة تشيكلر أزهار. صنفتا أورانجلر فار يوجد طلاب في الصف. أورانج طالب أورانجلر طلاب. مصانن أستندا كتابلر فار يوجد كتب على المنضدة فوق المنضدة مثل موجود في الصورة. كتاب كتاب كتابلر كتب. بنجرلر أشك. بنجرة شباك. بنجرلر شبابيك أشك مفتوحة شبابيك مفتوحة. ننتقل إلى القسم الثالث والأخير. توبلوك أدو. قلنا توبلوك يعني جمهور أو جماهير غفيرة فتشي يعني أكثر من نفر واحد. أيضا تعتبر جمع. شلون؟ مثلا أورنك منطينا أوردو. أوردو يعني جيش. الجيش مجموع يعني مو فرد واحد أو فردين وإنما 50 100 وهكذا. لكن هنا ماكو تلاحظون ماكو لار لر ما ضفنا له لار لر. فهنا الجمع يعتمد على المعنى. المعنى الأوردو اسم مفرد لكن يعبر عن جمع اللي هو الجيش. مثلا آيلة تلاحظون هنا آيلة عائلة اسم كمبدئيا اسم مفرد لكن هو شنو يعبر عن جمع عن عائلة. العائلة متكونة من فردين ثلاثة أربعة وهكذا. سرو سرو يعني قطيع مثل قطيع الأغنام. أيضا سرو ما بها لار لر لكن شنو تعبر عن الجمع قطيع من الغنم متكونة من 10 20 وهكذا. صنف صنف صف صف راح تقولون شلون يعني صف هيكل يعني مو جمع. هنا أيضا يجي بمعنى طلاب وراح هنا أكو جملتين راح تبين هنا أكثر نأخذها فد شوية. تقم تقم نادي والنادي أيضا كلمة مفردة لكن التعبير عن الجمع. النادي متكون من الملعب واللواعيب والمدرب وهكذا. تقم. نجي إلى كلمة صنف شلون يعني تعبر عن الطالب أو الهيكل الصف. الجملة الأولى هنا صنفتا كيمسيوك لا يوجد أحد في الصف. هنا نحكي شنو تكليك أد اسم مفرد يعني ماكو أحد بالصف. نحكي على شنو نحكي على هيكل الصف. في هذا الصف ماكو أحد. إذن الكلام عن هيكل الصف. بينما هنا صنف شوك صنف شوك نشريدة صنف شوك نشريدة يعني هذا الصف كان كلش فرحان. الصف فرحان زين الصف فرحان مو معناته أنا دا أتكلم عن هيكل الصف
اكيد اتكلم عن الطلاب الموجودين داخل الصف. وهنا مبين لنا انه الصنف في هذا المكان صنف يعني اورنجلر يعني طلاب. هسه انا اجي اقدر هذا الاسم اورنجلر اجيبه هنا بدال الصنف، فاقدر اقول اورنجلر تشوك نشاليده، الطلاب كانوا فرحانين. اذا انا اقدر استخدم صنف واقدر استخدم اورنجلر بهكذا جمل. هنا شنو يجي بمعنى توبلوك، توبلوك اب ان شاء الله مفهومه. هنا منطينا فد ملاحظه نوت نوت تشوكلوك اكيد ايضا رجعنا مره ثانيه اضافه الجمع بازن بازن بعض الاحيان جيل جيل اضافه جيل اكي اضافه جيل يرنا كولانر. احنا عندنا اضافتين لارلر لارلر هنا انا خلي اكتبها على صفحه تعلمنا اضافتين لار ولر وعندنا اضافه ثالثه جيل جيل. اذا الثلاث اضافات للجمع لار لر وجيل. زين هذا الجيل شو كنت نستخدمه؟ هسه نشوف عندنا هنا جمل نستخدم اللار واللر نستخدم الجيل. الجمله الاولى بن الي جيلا جيديورم بن الي جيلا جيديورم انا اذهب او ساذهب الى بيت علي انا اذهب الى بيت علي. فهنا استخدمنا شنو الي فارزه جيل جيل وجيلا ضفنا الا يعني الى الي جيلا شنو معناته جوا هذا خط ممدود هنا خط شنو معناته الينين ابن الى بيت علي يعني هذا يجي بمعنى الى بيت علي بن الي جيلا جيديورم انا اذهب الى بيت علي. ونفس الشيء نفس الجمله لكن نستخدم لار شلون بن الي لر الي لر جمع ا الى جيديورم يعني هم نفس الشيء الينين ابن انا اذهب الى بيت علي فنفس المعنى يجي تلاحظون هنا نفس المعنى لكن الاستخدام مختلف بن الي لرا جيديورم بن الي جيلا جيديورم. مثال اخر تيزا تيزا قلنا تيزا يعني خاله خاله تيزم تيزم يعني خالتي صار تملك تيزم لر جمع تيزم لر جمع خالاتي ا إضافة الأ يعني إلى تيزم لر باستا ألدم اشتريت كيك لخالاتي. هنا شنو معناته تيزم لر معناته تيزمن عائلتنا إلى عائلة خالتي يعني اشتريت كيك لعائلة خالتي. فأقدر أقول تيزمن عائلتنا باستا ألدم وأقدر أقول تيزم لرا باستا ألدم يعني شلون نقول مختصر مختصرها مختصرها هنا تيزم لرا باستا ألدم يعني تيزمن عائلتنا. الجملة الثانية تيزم جيلا هنا استخدمنا جيل تيزم جيلا باستا ألدم أيضا بنفس المعنى تيزمن عائلتنا إلى عائلة خالتي يعني بمعنى أقدر أقول تيزمن عائلتنا باستا ألدم وأقدر أقول تيزم جيلا باستا ألدم اشتريت كيك باستا باستا يعني كيك وطبعا أكو كيك يعني الكيك العادي سموه ياش باستا وهكذا بعدين إن شاء الله مرور الأيام نأخذها إن شاء الله واضحة لكم. هنا التدريب أو التمرين هاي أيضا لكم شو يقول أشاداكي اسم لرا تشوكلوك أكي جيترينز جيبوا إضافة الجمع وضيفوها على هذه الأسماء حتى تتحول إلى جمع.
الأسماء المفردة تتحول إلى جمع. أعتقد سهلة وهاي لكم أيضا، حاولوا بيها. تمام، هنا لهنا ينتهي هذا الدرس لهذا اليوم. أرجع وأقول أنه اللي تعلمناها كلها أسماء، وين ما تتواجد في الجملة أسماء. مسألة التقسيمات والمجموعات هاي لكم، سهولة الحفظ وسهولة الفهم. طبعا اللي عنده سؤال استفسار يراسلني على رسائل صفحة الفيسبوك الموجودة أسفل الفيديو، أو جوجل بلس، أو يوتيوب. أنتوا براحتكم أي مكان تقدرون تراسلوني. إن شاء الله أتمنى أنه شرحت الموضوع بشكل صحيح. شكرا للمتابعة، وأشوفكم بخير، ومع السلامة.